اسم حدث لانه وعلي قالته مدام صبرا بانو، هي تفضلت السيده صبرا بانو وعند تقديمها للتقرير الاولي لمراقبه الانتخابات الرئاسيه على اساس النوع الاجتماعي، وقد اشارت هي بصفه عامه لاهم النقاط في علاقه بمشاركه المراه في العمليه الانتخابيه وفي المسار الانتخابي. حبيت نضيف ثلاثه نقاط ونركز على ثلاثه نقاط. النقطه الاولى حبيت نقول اللي بصفه عامه كما لاحظت وظهر لي لاحظ معناتها الناس الكل، اللي المشاركه السياسيه للنساء في المسار الانتخابي كانت هامه وكبيره، وكما تعرفوا كان نعطيو ارقام نسبه مشاركه المراه سنه 2014 كانت 50.5 ألوركو سنة 2011 كانت 47%. معناتها لاحظوا اللي المشاركة بتاع المرأة تطورت من 2011 ل 2014، والمشاركة السياسية للنساء في المسار الانتخابي معناتها كانت هامة، سواء النساء معناتها كانوا موجودات كنخبات أو كرئيسات أو عضوات في مراكز الاقتراع كملاحظات، وبالطبيعة كمرشحة للرئاسية مدام كنفن كانو اللي كانت المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية. النقطة الثانية اللي حبيت نشير لها اللي بصفة عامة صحيح النساء كانوا معناتها نجموا يقوموا بالعملية الانتخابية وكانوا فاعلات في المسار الانتخابي، باستثناء زوز كيفاش نقول معناتها دو كاتيجوري دي فام اللي هما النساء الريفيات والنساء الأميات. كما لاحظتوا النوعية هذوما بتاع النساء الريفيات والأميات تعرضوا لبرشا مشاكل وما نجموش يقوموا بالعملية الانتخابية بطريقة سهلة كما قامت بها أغلبية النساء في سواء في المناطق الحضرية ولا النساء في المدن والنساء المتعلمات.